معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من أمستردام متحدث باسم حملة مواجهة القانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي. مرحبا بك سيد ماهر. إذا الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدد في أثناء مشاركته في القمة العربية الطارئة جدد رفضه المشاركة في مؤتمر المنام الاقتصادي، كيف ينظر الفلسطينيون لهذه القمة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا شك اليوم أن الشعب الفلسطيني هو الذي يمتلك القرار فيما يتعلق بوطن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لا شك اليوم يعني للأسف القمم العربية المتتالية لا تقدم شيئا للقضية الفلسطينية. القمة الأخيرة المنعقدة انعقدت بالأمس في مكة المكرمة عادت وأكدت على المبادرة العربية للسلام، وهذه المبادرة التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني. عادت هذه القمة وأكدت على ما يسمى بمبادرة السلام العربية، وأيضا التأكيد أن قامت الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، في حين أن الشعب الفلسطيني يؤكد باستمرار أن القدس الشرقية والغربية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره. وشعبنا اليوم يعني في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك كان هناك نصف مليون مصلي في المسجد الأقصى المبارك، في دليل واضح أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، وأن من يريد أن يقف إلى جانب القرارات العربية يجب أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن تنصف الشعب الفلسطيني وتعطيه كافة حقوقه، لا أن تنتقص من حقوق هذا الشعب. طيب، الأمم المتحدة أعلنت عدم مشاركتها في مؤتمر البحرين الاقتصادي لما تسميها أمريكا خطة السلام في فلسطين كما ذكرنا، إلى أي مدى ترى إمكانية استفادة الفلسطينيين من هذا الموقف الأممي الشكلي نوعا ما؟ نعم، يعني لابد أن يستثمر الشعب الفلسطيني في كل المواقف التي تدعم حقوقه، والقرار الفلسطيني كان واضحا فيما يتعلق ب الورشة الاقتصادية التي يزمع عقدها في البحرين في الشهر المقبل. كان الموقف الفلسطيني موحد سواء كان من خلال الموقف الرسمي أو الموقف الفصائي والشعبي، هو رفض هذه الورشة الاقتصادية التي تأتي تحت عنوان الازدهار مقابل السلام. الموقف الفلسطيني كان موحد في رفض هذه الورشة التي تعتبر امتدادا أو ضمن بنود صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى إنهاء الصراع لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني. كذلك يعني كان هناك مطلب واضح من الشعب الفلسطيني لكافة الشعوب العربية والإسلامية والحكومات أن يكون هناك موقف رافض لعقد هذه الورشة التي تهدف إلى وهي بالأساس ورشة تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، وشعبنا ينادي برفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يشيد بالمواقف العديد من الجمعيات والمؤسسات البحرينية المناهضة للتطبيع مع الاحتلال، والتي دعت خلال بيانات صحفية إلى رفض عقد هذه الورشة في البحرين. صحيفة غارديان ذكرت أن واشنطن ستؤجل إعلان هذه الصفقة، صفقة قرن، لما بعد انتخابات الكيان الصهيوني المقبلة. إلى أي مدى ترى أن هذا الطرح يعني هو ممكن في بظل هذا الدعم الكبير من إدارة ترامب لنتنياهو؟ يعني بكل صراحة يعني صفقة القرن والصفقة الأمريكية بدأ الحديث عنها منذ فترة طويلة، منذ بعد أن تولى، حتى ربما قبل أن يتولى ترامب الرئاسة الأمريكية. هذه الإدارة الأمريكية هي أكبر الإدارات الأمريكية يعني دعمت الاحتلال الإسرائيلي، وقرار الرئيس الأمريكي فيما يتعلق باعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي هي مقدمة لصفقة القرن، وأيضا الحديث عن النقل السفارة الأمريكية للقدس، وأيضا استهداف الولايات المتحدة الأمريكية وترامب لوكالة الأونروا والتحريض على وكالة الأونروا وإنهاء عمل هذه الوكالة هو استهداف بحق العودة الفلسطيني الذي يمثل ركيزة أساسية وحجر يعني في وجه أي مفاوضات في السلام مع الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي اليوم يعني صفقة القرن بدأت منذ فترة، وهناك بالعكس يعني كل ما تم طرحه هو عبارة عن تسويق وتنفيذ للكثير من بنود صفقة القرن، ولكن شعبنا الفلسطيني أكد ويؤكد الشعب الفلسطيني أنه سيواجه كل هذه المشاريع وستفشل كل هذه المشاريع. وأيضا اليوم السلطة مطالبة بإنهاء أن تعمل بشكل جدي على محاربة صفقة القرن خلال إنهاء اتفاقية أوسلو. شكرا جزيلا لك من أمستردام، متحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية ماهر حجازي.